الاكل والنمشي واللبسه السنيه خاصه، ونخطو مع سهام اللي قالت نفرشها من المليار كان نلقاها في البنك ناخذهم ونفرشهم على بيتي كامل. وكل يوم أنا طفولتي ما عشتش مع أمي. كونه إنسان يتولد تربيه أمه تحطه في المدرسة يقرأ يخدم يتزوج يجيب أطفال يسعى الطموحات يحسن اموره. توحشت امي وفرشت في اخويا. انا امي ما نجمش نحاسبها على خاطر هي قلبها حنين. كي ندخل نبوسها وكي نخرج نبوسها برغم ما ربطني شيء. توحشت الليل وريحة ياسمين. كاين في شاي حر؟ طيب قهوة؟ حتى شاي ولا حتى شاي مش موت بالنوم لا تعني قلنا الورق تحضر ايه طيب نخرج الكوجين. حبيت قبل قديمة برشا كلهم كل بدلتهم كل باش نرتبط بها لكن هي طك جاتها جهة لواحد لاباس عليه حسيت كل ما نحب نخاف. أنا عمري 48 سنة كان أنا عرست وخذيتها للمرأة اللي حبيتها راهو ولدي عمره 22 سنة. أنا نحب راهو الاستقرار نحب مثلا نعمل أسرة كل. لكن أنا كنت العكس الظروف هي اللي حطتني فيه. أنا بحكمي أنا خاطر أنا متربيت في وسط جنس لطيف أكثر منه رجال عمتي يعني كل. أنا نحكي كيكا وتلقائي وعادي ونحكي عادي ونحكي فينو العصاب عادت يعني رجعت تشنجت عصابها يلزمها خاطر عنترال عنده 3 شهور ديجا عنده 5 شهور متهينة في حاجات أخرى خاطر ما كانش عندها ما الراجل ديما يقولوا شادي نمشي بلايس نخدم في بلايس شعبية يزبني نبدل الأكسون تاعي أما نحس روح مش مرتاح مثلا نمشي لمحطة نستنى في الكار باش نروح خويا وقت تجي الكار نجيش نقول له خويا وقتاش تجي الكار بالنسبة للمعاملات يعني في تونس يعني في المجال متاعي اللي نخدم فيه أنا شكون يسأل يعني فيش فاش تخدم شنو تخدم نقول نخدم اللي نعرفها المقربين ليا يعرف ما مش نقول باقي بالرغم هي تدخلت في تونس أنا تحسها باقي فيها شوية إحراج مجتمع ما يرحمش مظلومة الدنيا ردوه فيك العيب والكذب ياسر والغدر ياسر الكذب ياسر والغدر ياسر يا دنيا الشي عجيب يا دنيا الشي عجيب مظلومة يا الدنيا واحنا اللي تغيرنا واحنا اللي تغيرنا لزاتنا الأيام تعانينا وتكبرنا تعانينا وتكبرنا
عشقنا الذهب والمال في العشرة ما فكرنا مظلومة يا الدنيا واحنا اللي كثرنا افعال مرة منها صغار تشيب. لا انا ما عنديش توا خذوا نجيبك السكاح يزيدوا خذوا اصبع نجيبك والله شيء ورس خويا لا عندي كان الماء ما حققتش اهداف كبيره مشيت على نطاق العيشه اللي انا عايشه مستور اما الطموحات لا انا صحيح قرايتي كانت حتى السنه السادسه ابتدائي من بعد كانت امور مشيت عملت صنعه وخدمه اشتغلت في معمل في اتوليه تاع النجاره بعد كيما قلت لك مشيت خدمت في التنظيف الطاوله حتى الان علاش بتشرفيها وبحبها معيشتني الحمد لله مستور منها كان مش منها هي منعيش هذيك هي الشغلانة اللي نجمها نرجو الحياة ظلمتني ما عطتنيش اللي حبيت وظلمتها لكوني ما استغلتش الفرص طبقوا فيه
عم قلت لك فريد لا تشقر، الحياة حلوة بس نفهمها، والحياة غنوة بس نسمعها. حلوة الحياة تراهي. Got it.